ماجدة أقرأ وغفيت. ملعون طايح الصبغ حتى أني أنا نومك همومك بالأوادين. شلون تنام وانت مفتح؟ تريد لك أني هذا راح يخبل لي هالولد هذا. الله يساعدهم حجي. هلا ايش اليوم هم يبين طلايب عندك وهذا طلايب تخلص بالله عليك النوبه انت شايف ادني شكو خير ينام وهو قاعد بلا مخده هاي ما دينا شي حج ترى اني واحد من الناس متعود انام بلا مخده هاي ما دينا شي جاي لي عقلك تللي اني دا اقصد شلون الانسان ينام بلا فراش ما دينا شي حجي مو عجيبه هاي بس اجاك؟ ايه بس تريد؟ قابل كل يوم زين راسي؟ او اشياء غلط تصير لي عصبي يعني بلكت انت عجبك كل يوم زين. حطم هذا شنو؟ السلام عليكم. هلا هلا ابو غانم هلا هلا شلونك يا غانم شلون كيفك؟ الولد شلون بعده بالليل؟ اي والله بعده بالليل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يقول بلي الشهادات طلعت؟ اي عمي كريم طلعت وانت؟ انت منو حكاك؟ منو سالك انت؟ هو اللي يقول والله ابو غانم ما نعرف. شلون يعني؟ والله اشوف اني لو انت تروح انت للمدرسه وتسال احسن زين ابو دعناكم في مال جاوبك خلي قام المكتوب وروح بعدين اقول بعدين 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 حج على بكتك اقراري المكتوب ابو غانم ما يقرا زين ام غانم خاير مستعجل وقشه واحده بس منتظرين يا قشه حجي جيت خلاني قاشي حجي تضحك على المره على بكتك خاير الصبر خلي احمر خلي يقرا لي الحج المكتوب عندك مانع يا ابو جانا من قال منهن جنازه ما يخالف ايه اقرا لي يا حج اقرا لي اياه اي حج صدقه على راسك اقرا لي المكتوب صوب الوجه لما اجي بعدها لا حد منهن ايه بعدها منهن حج واليوم جاني منهن ايه لا مو طويله اي حج زين عندك يا محفوظ البقى والسلامة اي حجي خلص على يقول لك امس الفريزة حجي امس الفريزة شنو معناتها يعني متى افتح هاي يمكن فالسلام بالهندي يعني عجبة يعني ينحطها بالنص يا مولاي ليش بين ليش بين حجي كانت نصبين عزاد شفت عليها يا واد يا واد حجي ديكي على ديكي صار الديج يعني هدي بيقول لك ديكي يمكن الديج ما له صاير بشي ميت هو ديك شنو يعني الف ديج اي حجي ديكي ازكي يمكن ديكا اسمه آزكي ها. ايه آزكي بقى نجي ديكي آزكي نحباني نحباني يمكن يقول لك يعني نحباني ايه شنو معناته حجي انطاك عمره ها ايه من هو حجي من هو وديك يا واش ايه حجي مو فالصي لا فالصو مو فالصو راح يقول لك أمام باني حجي صدق على راسك أمام باني شنو أمام باني أي حجي ماذا أفتهم يمكن يعني ورا ما بناء على بيت ها بيت للدي هناك يسوونهم بيوت للدجاج إي 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 أمام باني إتتي مشناف يا مشناف حجي حاف يمكن الحاف ها. والله شو مثل الحاف ها اي تجي تلحق تستعجلين بس تستعجلين اي حاج شو شكو وراها اي الله يطول عمرك حاج مشناف البت والي يا والي حاج والي مالهن ها شو سوى عند الوالي ما سبيك صديقة انا ذي اي حاج اللي فهمني شو سوى عند الوالي البت والي ابي هذا الوالي يمكن اسمه ابي ها أبي كمبعن حجي كبير كبير يلا كمبعن كبير ها إيه ولا قعدت كثير موليد إتي مرنام وين ينام حجي
هو نايم عنده. ها أدي الوالي. كم برن اتتي مرنام كم برن يعني نام هواية. ها إيه يمكن إيه بس تحديد حتى نطن طيمو وشو راح أقرأ ليش يا كل أنا أقرأ ونفهم معناته. إيه حجي إيه راح هات هات تافي كلا كلا حجي ما دق على راسك كلا كلا ما دعفتهم هالشيء كلك كلك ها بالفصيح كلك ها وبالجلفي كلك كلك بتعرفي ابو سعد بيت كان ينقل الرقي من سامر البغداد يعني عندهم كلك مثلها لا شلون ليش هو كلك وينك ها بني حرر حجي وين خلاص رايحين سفرة بالنهار هو التافي هذا التافي يمكن شلون احنا نقول هداوي ها اي حج ولا تيفو تيفو حجي شبيه حجي ولا تيفو ماكو تيفو اي حجي خرعتني ولا تيفو في الفلفين في الفين ها نحوي في الفين حجي شنو هالحج صدق على راسك حج يمكن يريد يدزلكم فلفل ها فلفل نحوي نحوي يمكن امحار يحس اسمه نحوي الفلفل فلفل نحوي وسازو دقم وسازو دقم يمكن يريد دقم منكم ايش يسوي بالدقم حجي انا ادري يعني يمكن هناك ما عندهم دقم ها يعني دقم احنا من هنا بصوزه بصوزه يمكن هاي يريد يقول صغار هاي يعني ماكو هناك دقم صغار دقم صغار صح مال ثيابه يمكن مقطعه اي اي صح حجي دقم اي دقم جنبله اتا وزوخبي اتا جنبله اي حجي اتا وزوخبي حجي شنو معناته دقيقه نشوف شكو بعد وراها هاي جنبله ملعب ممكن ها بنقله احنا ايش مدرينا ها اتي تي إيه شو هاي فديق على إتي تي هم جاء هاي كل مرة يقول إتي تي إتي تي فرمان هذا الوالي يقول لك مسوي له فرمان بس بب دو أم أبي بالمد رسد شنو معناته حجي هو هذا مسوي له يعني فهمت هذه فهمني حجي صدق على رأسك دور بدي تخلنا نخلصها وأنا فهمت يا لا تقولينه نحباني للو النوبة يمكن احتجاجها ماتت ها نحباني للو آلد ها الفريد الأمضاء ايه أبنك أبنك يا بنك حجي مستحلص يا بنك حجي مستحلص غاتم بالبنك لا أول هذا الموقع ايه أبنك المستحلص يمكن كاتب الخط اسمه أبنك غاتم ابنك مو اسمه غانم غانم مو اي غانم حاجة هذا بالهندي يسموه غاتم هو ام كاتب غاتم ها انا يعني اقول لك يعني باختصار كلها فهمت يا يقول لك يعني هاي هنا قام يبكي على ذيك ربه وبعدين مات يعني ورا ما بنى له بيت هيك صغير وبعدين همينا ما في رايح هو صديقه وماخذين الحاف ورايحين عند الوالي موالي كبير ومرنام مرتاحين هواي وراكبين بكلك ورايحين سفره ودزوله فلفل يحدد لكم فلفل وانتو دزوله دقم صغار ها وهذا همينا بعدين يقول ليش مسوي له فرمان وهذا واحد هاي كل هاي حجي ما في شي بيها ما يعني حجي برز زين ولا كلمه اتهمت انا بخدك حجي ليش هو انا اللي لقيته اتهمته الى عشر الى عشر صار لكم سنة رايحين جايين على المدرسة وتا هاي تاليتها وش مالهم خابصين الحلال احنا يا مالتنا هو ابنك اللي كاتب ايش بيه ابني صار له 4 سنين يكتب لنا مكاتب من الهند وين هو اوكي رحمة على ذولاك وين هو انت بالهند كم سنة صار له 4 سنين حجي 4 سنين بالهند وترديه يعرف كلمة عربي ولا عاد تكون لهذا كاتبه شنو هندي ويمه ليش عبالي بالهندي كاتب ايه يرحم الماتلج ما تقولي لي ابنك ايش دا يسوي بالهند انا دا يدرس هناك دا يدرس بالمدرسه شنو يما ايش دا يدرس ها بالكليه كلية
نسيت ايش بالكلية ما ادري هنا قايل اللي شتمه مال الحيوانات عين خبي تفضل ليش هنا مدارس وكليات ماكو يا رجل هذا ابني حتمه وكل شيء ناسي انتي الاول والثاني طبعا لا شعبالك جيبي خالي اقرا تضحك على المرأة انت تعرف هندي لغتها ما استاذي والله اعرف هندي احد اذا يعرف هندي خلي يقرا استاذي تعلمت هندي من هذا صالح الحل صالح الخياط ملعون هندي والله استاذي انت اقرا بالهندي واني اترجم بالعربي اي حجي انت اقرا بالهندي اي حجي ترجم لي ترجم لي عفوا صدق على رأسك حج ما يخالف بس خلي لو خلي مكتوب غير وكيل ما يخالف تادي يقرأ هندي كل الزين ايه عبوكي امسي الفريزة تادي هاي معناتها أمي العزيزة ها ايه أمي العزيزة ايه اهديكي 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 اسكى ايه هاي نقطتين والله هي نقطتين استاذي تعرف هندي ها نحباني معفلطة تحياتي مع خالص ايه هاي مدينة سلام أمن باني أمنياتي ايه تحياتي مع خالص هاي مو نقطة نقطتين استاذي استاذي ترى ضعيف بالنقاط ها ما يخالف ما يخالف حاجة تتعلم ما يخالف اتتي مشتاق انني مشتاق صدق العمر هاي نقطتين صحيحه هاي انني انني مشتاق مشتاق هاي قافل مشتاق استاذي البكوالي ابي اليك والى ابي هاي مو ابي لا ابي ابو كمبان بالهندي معناتها ابي كمبان إيران يعني هواية مرنام إنني مرتاح صدق على أمور هذه عين يومين ذي شو شون كرتبها هي بالهندي هيشي هي بالهندي هيشي كمبرا كثيرا مثل ذي شو استقبع نقطتين فوقها نقطة هتا في كلك هنا في كلكتا كلكتا مدينة كلكتا هاي ندرس بيها غير بني تعرف هندي ملعون ولا تيفو ولا تبقوا لا هذا مو فيني نقطتين نقطة فوق نقطة طيارة ابنك ضعيف بالنقطة في الفين نحوي انني مرتاح في الفين في الفين نحوي ولا كالكتا ولا, ولا تبقوا في الفين لا تاري هذا هاي قلقين استاذي هاي صحيح محقق استاذي نحوي 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 مطولها شوف بين الحيط والوا وطويلة والله هي حقك استاذي اي حجمي خايف وتاز ودقم ازودكم عبوتي دقم لا خلاص دقم ازودكم بصوزة بصورة 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 نقطة مال اللي هي جاية صورة صح انا حقك جنبلة جميلة اي صورة يعني حلوة أتا وزوخ بي أنا وزوجتي إيه هذا من زوجي إيه الزوج هناك حجي إيه. ومرته إيه حجز النصور إتتي فرمان إيه إنني فرحان إيه فرحان يوم وليد إيه. بسبب دوام بسبب دوام مطابق أنا فاطمة يعني ما خلاص صار الثلاثين أي مليوصة عندك أبي بال صار الثلاثين أي مليوصة عندك أبي بالمدرسة بسبب دوام أبي بالمدرسة أي حجي نحباني تحياتي للو أي كتبتي أي تهنيت الحجي أي شكرك حجي الله يطول لي عمرك حجي هلا بيك قريبين على ابغانا حجي راضي ليش حجي راضي ليش تبغى تيجي حجي اه خيرا ليش؟ ليش خليتنا نروح وافشل هناك شنو ليش ما قلت تصاخر؟ هذا تعرف انت تريد الصدوق ابو غانم يعني اني مردت اني من انا افارك الدكان قلت انت تروح وتشوف بنفسك لا والله خليتوها صنطه انت نجحت بضراعك مو؟ لا لا عبد بضراعك انا ناجح مو؟ شلون درت اسوي دسترتين وهذا سويت الترتيبات وهذا زين هو جاهل وما ادري شو ارجع له لك شو بدي اقول لك؟ لا تقوم انت عاد تخبط
بالمكافحة اللي يعرف يقرأ ويكتب ينجح، ما يعرف يقرأ ويكتب يسقط. يعني يكون هسه تعرف تقرأ وتكتب حجي؟ لا لعد من قرارك المكتوب استاذي، حتى هندي يوم قام تعلم. ابو غالي سنت الجاي وحياة عينك انا وياك نقعد بالمكافحة. امشي تقرأ هندي حجي. يا بالعفو غاتي مو يمكن.